أهلا، أنا محمد توفيق من مصر. أنا عضو في مجلة توك توك، من المؤسسين الخمسة الأوائل فيها. إحنا النهاردة جايين في معرض الشارقة بالنيابة عن فريق توك توك كله، والمعرض صراحة جميل جدا، منظم وعجبنا فيه جدا إن هو فيه تقدر تلاقي فيه كل حاجة أنت عايزها، بس هو يمكن التواجد الناس قليل شوية، لكن بشكل عام المعرض جميل جدا وكويس ومنظم، واحنا اول سنه لينا السنه دي، واتمنى ما اكونش اخر مره يعني.